يسعد صباحكم بكل خير، إن شاء الله كل أيامكم صباحات مشرقة. أنا رجاء حيدر من قناة الحرم ليك، أتمنى تتابعوني. عقدة المواساة سببت للسوريين عقدي، هو مشروع نفق مع تجميل المنطقة وبحاجة جدا جدا إلى، لكن لا أعرف لماذا هذا الاختلاف على مشروع تقيمه الدولة بهذا الشكل. صفحات الانترنت كلها تتحدث عن عقدة المواساة، وحتى على الكتابة واللوحات المعروضة في المشروع. المشروع لم ينتهي بعد، والعمل قائم على قدم وساق فيه. لماذا هذا التهكم؟ لماذا هذه السلبية؟ أنا رح أعرض لكم المشروع من أوله لآخره، وأنتوا احكموا بنفسكم. بما أنه صار ترند فلنستغل الفرصة، وبلكي الفيديو بيجيب مشاهدات منيحة كونه عن عقدي سبب للسوريين عقدي. البداية ستكون من مفرق المواساة، أول طريق الربوة إلى مشفى المواساة، الطريق الممتد بين أول مفرق الربوة إلى مشفى المواساة. طبعا سميت هذه العقدة عقدة المواساة نسبة إلى مشفى المواساة المتواجد في المنطقة. هي الصور كلها، هذا المشاهد، هي على طرف الطريق بساتين المزي، وبعدها هي الأشجار كلها من بساتين اللي خلف مشفى المواساة لا توصل للقهون. هذا كله قبل مشفى المواساة بس بمفرق طريق صغير. هون احنا وصلنا تقريبا لمفترق الطرق اللي كان هون خطير جدا، مفترق كتير كتير في تفرعات. وحتى المرة انا لما كنت امرق من هون كان الطريق كتير صعب، ما تعرف لوين بدك تطلع مشان السيارات من كل الاتجاهات عم تجي. هذه المنطقة كلها شالوها، وشوفوا نهر بردة كلها أسا عم يعملوا للخرسانات، أسا ما انتهى هون. وأول يوم مريت على مشفى المواساة، المشاهد اللي أول شيء بالفيديو كانت للطريق اللي عم يزفتوا بجانب المشفى. تاني يوم هذا الزفت هاللي مبين هلا ما كان قبل بيوم واحد، كل هي المسافة زفتوها بنص يوم. فما بعرف يعني ليش كل هالاختلاف، ومن دون ما يشوفوا المشروع وما يشوفوا الواقع. نسخ ولصق على الفيسبوك وبكل مكان، انتقادات وكلام ولغة عربية وليش ما حدا بيعرف.
هنا الطرف الثاني من الطريق، هاي مشفى الأطفال الجامعي، وهلا هذا الطريق متجه بالعكس من مشفى المواساة إلى طريق الربوي. هذا الإسعاف العيادات الخارجية لمشفى الأطفال. هون قلب النفق حاطين إعلانات على جانبي النفق، مشاركة يعني لدعم المشروع. هي كلياتها عم ياخدوا علي مصاري، ليش حتى ما يحطوا هيك لوحات؟ شو بيضر مثلا إذا عملوا إعلانات على جدار النفق؟ بينزعجوا المارين بالسيارات من النظر للإعلان؟ ما بعرف. هي المنطقة الدوار أمام مشفى المواساة، على اليمين طلعت الشيخ سعد، وللأمام تتمة النفق بيمتد لموازي للمدينة الجامعية اللي متجه على أستراد المزي. هذا الدوار ناعم ولطيف ومزروع بالأزهار، وحاطين فيه شجرة بالوسط. هون
هذا آخر النفق اللي متجه اللي قلت لكم عليه على أستراد المزي، وهي العبارة هذه دمشق اللي اختلف عليها كل السوريين مشان حرف الذاء أو الزاي. هنا دوار المواساة، وراح نلف هلق نحنا حول الدوار ونشاهد الأزهار الجميلة الحلوة من كل الألوان والشجرة المزروعة بالوسط. وهذا أرض الواقع بدون أي مونتاج أو ملامح خارجية. هذا البناء جانب مشفى المواساة، وهي بالواجهة. هلا راح نشوف هون، هيها بين لوحة مشفى المواساة الجامعة أيضا العريق اللي بيعالج الناس ببلاش، وهو مشفى ضخم كتير ومدعوم من الدولة للفقراء اللي مثلنا، وأنا عملت تنظير فيه من يومين. عملت تنظير بمشفى المواساة وببلاش بدون مصاري، وصل 6000 ليرة بس. بترككم هلاق تشاهدوا الفيديو وتعطوني رأيكم. أنا رجاء حيدر وهي قناة الحرم ليك، بتمنى تدعموني، واللي ما حط لايك يحط وتشاركوا الفيديو، وشكرا كتير.